شوف طريقة نقل القنوات في ريسيفر كيو ماكس الصغير أول حاجة طبعا هنضغط من زرار الرمود على أوكي هتطلع معانا قائمة القنوات هنشوف القناة اللي احنا عايزين ننقلها فبترتب الريسيفر بمزاجك وبدماغك فبتحط القناة اللي انت عايزها قدام ورا فأنا هختار قناة مثلا زي قناة الشمس هتكون واقف عليها وبعدين تضغط على الزرار الأزرق وبعد كدة بتضغط على كمان مرة على الزرار الازرق لأن هنا بقولك نقل تضغط علي الازرق وطلعت لنا خيارات هنضغط على الازرق عشان نعلم على القناة هنضغط على الأزرق زي ما واضح هتعلم على القناة بتشوف بقى تنزل بقى تحت تطلع فوق تشوف انت عايز تحطها فيني مكان بالظبط هنحطها هنا مثلا وبكده تقدر تنقل القنوات زي ما حضرتك عايز والسلام عليكم